أحسن الله إليكم. هذا السائل يقول: رجل صام أول الشهر في دولة بعيدة ثم أتى إلى هذه البلاد، فلما أهل هلال شوال فإذا به لم يصم إلا 28 يوما، فما حكم ذلك؟ حكم أنه يفطر مع المسلمين، يفطر مع المسلمين ويقضي يوم. إذا كان صيامه أنقص من الشهر يوم أو يومين يكمل بعد العيد، ولا يكون صائما يوم العيد والناس مفطرون، لا يجوز هذا، عليه أنه يفطر ويقضي ما يكمل له الشهر. نعم.